وجود الحكام الأجانب في مباريات معينة لبعض الأندية حاجة بتضايق الحكم المصري ولا مش في لا طبعا الكلامات؟ بتضايق الحكم المصري طبعا بالتأكيد. اي نعم بيجوا بيخطئوا والناس كلها بتتقبل اخطائهم بصوره مستفزه بالنسبه لنا، يعني اذا نص خطا بالنسبه للحكم المصري الدنيا بتقوم ما بتقعدش، لكن حكم اجنبي يجي يخطا اخطاء غريبه جدا واخطاء كبيره جدا، ومع ذلك غلطة الأجنبي مغفورة. يتقبلوها بطريقه تستفز التحكيم المصري. فلا احنا طبعا الحكم المصري بيقدر بره بصوره محترمه جدا، فانت ازاي ما تقدرش جوه؟ ده اتقالت مره من مسؤول الاتحاد الافريقي، طب احنا دلوقتي انت اتحادك مش واثق فيك ازاي انا واثق فيك؟ انت حاكم كبير عندي وكل حاجه، بس انت بيقولها بطريقه ضحك يعني، فانت عندك حكمك ضحكه جد هزار يعني عليك. يقول لي عندك اتحادك ما بيثقش فيك في ماتشات انت بتدير عندي هنا اكبر منها، يعني بتدير عندي في الاتحاد الافريقي ماتشات اكبر منها ودربيات وماتشات كبيره جدا في الاتحاد الافريقي بنثق فيك بنديها لك، ازاي الاتحاد المصري ما يثقش في ماتشات اقل منها؟ فطبعا بتبقى كلمه بتوجع يعني. فطبعا الفترة اللي ديت احنا سمعت كلام كتير ان الادارة الجديدة او الناس اللي موجودة كلها خدت قرار ما فيش حكام اجانب يخشوا، ان شاء الله ربنا يكرم خطوة جديدة في طريق التصحيح ان شاء الله.